هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد داخل الجامع الأموي في دمشق قبر يقال إنه لنبي الله يحيى عليه السلام، هل هذا صحيح؟ وهل تجوز الصلاة في هذا الجامع حيث يوجد القبر داخل المسجد؟ نعم، يقال إن قبر يحيى عليه السلام إنه في كان كنيسة للنصارى وبني بجواره المسجد الأموي، والذي نسمع، أنا ما ذهبت هناك، لكن الذي نسمع أنه منعزل، أن قبر يحيى منعزل عن المسجد الأموي، مجاور له، منعزل عنه. نعم، أو هو في ناحية خلفية عن المسجد. نعم، قد لا يكون صحيح هذا أنه قبر، المعروف أن قبر زكريا، قبر يحيى ما هو بداخل المسجد، هذا هو المعروف عند العلماء، لكن قد يبنون لهم بنية ويقولون هذه قبر يحيى وهو كذب، وكم كذبوا في القبور وقالوا هذا قبر الولي الفلاني وهو في الحقيقة ما فيه ولي ولا فيه أحد. نعم.